بقلي ابدا بالفعيب استعدوا يلا لا تروحوا نسوي الهوس ركزوا على التيمي عشان احنا ركزوا اليوم 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 ركزوا اليوم ضحك وناسه ما في نوم اليوم اليوم ركزوا اليوم وفوق هذا الجوائز لكم اليوم اليوم ركزوا اليوم دز مسج بس ما عليك ابدا بالشعيبي ما يخلي ريفيرس ركز معنا وشوف انا جبل انا طوف لا تراجع ما نبي خوف هذا الجواز لكم اليوم اليوم بس مسج بس ما عليك ابدأ بالشعيبي ما نخليك اتصل اليوم وكل يوم خلنا ننسك كل الهموم اضحك وافصل ارقص وغني ويا على الفرحة بقلبك دوم دبل شعيبي سمنا غير والفكرة اساسها غير الافكار جمعناها شي وصار ولا مثل بيصير ايش فيك؟ فصلت يبا عشاننا احنا افصل اليوم 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 افصل اليوم ضحك وناسه ما في نوم اليوم اليوم اكسب اليوم وفوق هذا الجوائز لكم اليوم اليوم اكسب اليوم بس مسج بس ما عليك ابدا بلش عيبي ما نخليه وي 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 ليك ريفيرس بركاته. لقد جئنا إليكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج دبل أشو دبل وشعيبي دبل وشعيبي طبعاً سنشكو أولاً دير ندير أن بنت بول أن هاتف الفين أند سبايكي تايم أند فرقة سيد جروب على تقديم جوائز مدينة بطريق أنا بطريق أند فرقة الخوالة الشعبية فرقة الخوالة الشعبية طبعاً وحملة دبل شعيبي بتويتر وطبعا اليوم انا طالع بالنادي شفت طالعين عبد الله طليحي حمد العماني والشباب زين وقالوا سلم علينا شلونكم شباب؟ راح تكونوا معنا بالحلقات الجايه وكيفكم عاد؟ زين وشنو بعد؟ روح باكر قرقيعان باكر قرقيعان يا جماعه واللي عقبه واللي عقبه يبوا ياهالكم وانتم تعالوا حياكم معنا بالحلقه راح نوزع عليكم قرقيعان والقرقيعان مالنا غير داخله في فلوس في جوائز نذكركم باكر ضيفنا الفنان عبد العزيز لويس عبد العزيز لويس باكر شوفوا بقرقع معنا اول يوم قرقعان حياكم الله دزوا مسجات واير مسرح خل اقول لهم عنوان مسرح اولي شارع فتح مكه كليه حقوق سابقا قطعه 7 تلفزيون الشاهد حياكم الله دعوه عامه الاهالي والهذا أيوة؟ نتكلم دزوا مسجات عشان تشاركون مع دبل شعيبي تفوزون جوائزنا الصجيه وتنويه اساميكم يا جماعه مو كل يوم انا اقول اساميكم بعدين ما دقيتوا علينا ليش ما دقيتوا احنا دزينا اذا حطوا أوكي. اساميكم دزوا مسجات دزوا مسجات عشان تدقون تشاركون وبدبل شعيبي ما حد يكون خسران ويانا هني وتويتات اليوم نقرا بعد تويتات نبي تويتات اوكي زين نروح فاصل نرجع واير مع دبل شعيبي وهلا هبا يلا 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 عاشوا 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 ريفيرس يا ريفيرس او ماي جاد جاب ولد ريفيرس انت اقوى واحد بالدنيا يا بعد عمري يا بعد عمري شنو تسمع لي شنو هما لا باحلامك مو انا باحلامك وش عيب اذا حبيته امريكا مولعه هذا حقك يا ريفيرس وش عيب اذا حبيتك يا ريفيرس ها أو ها صرت تسمع لي شنو تسمع لي ما اندرى كنت تحسون فيني ايه هي هلالي اصلا من قد هقول ترى يشوفونك ها ما قلت شيء هذا قلت شيء ريفيرس امانه قلت هلالي الهلال يلا اتصال هلالي اتصال يلا منو اتصال مع بدو اماني
اماني انا ليش كلها قلب الكروت؟ اماني نعم شلونك يا اماني؟ زينة شو اخبارك؟ اماني نعم جاوبيني من المطرب اللي غنى رضى الله وراضينا نلع حتى ودلعنا كافي لا تزودها لو تدري ما زعلناك النوشة وخوخة شكرا ها سامي حلوة بتويتر من المطرب اللي غنى رضى الله رضى والله وراضيناك اماني رضى والله رضى والله وراضيناك منو وغنى بعد قل لا لا هذا المجيد انت شو قاعد تسوي مو شاغل فيه انت طلال طلال سلامة سلامة طلال سلامة طلال طلال سلامة أماني قول لها قول لها طلال أماني قول لها طلال سلامة قول لي طلال سلامة طلال سلامة أماني هي أماني, أماني. بو أماني أماني انقطع الاتصال كنا المهم اتصال ثاني اللي بعده يوسف. ماي جاد يوسف هلا وخر عن التلفزيون قص على التلفزيون الو يوسف يا هلا مرحبا قص على التلفزيون وخر عن التلفزيون بعيد عن التلفزيون كلش انا اوكي بعيد ريال بالحوش من المطرب اللي غنى رضا والله وراضيناه من معي بدر ولا حمود اول شيء بدر بدر تبقي عليك ما مبارك عليك ما تبقى في الشهر اول شيء هلا اقول مبارك عليك ما تبقى في الشهر الو الو وياك اقول مبارك عليك ما تبقى في الشهر حبيبي على انه عليك ان شاء الله بدور بغينا كاش عشان العيد يعني في جائزه بس انت جاوب من المطرب اللي غنى رضا والله وراضيناك قالت طلع سلامة طلع سلامة ولا هبه ايوه سيانا بتليفون ايميد تاتش كوبون صح وكوبون صح يا رجالي من سبايكي تايم للفنان ابراهيم دشتي وهلا هبا طق شباب بعده بلشت اشتغل خليل الو شلونك يا خليل؟ هلا والله مبارك عليكم الشهر علينا وعليك خليك سلمك ابي بدر بدر ابي اكلم بدر هي هاي تمنيت من سنين لا شيء عاد راحت عنا الجائزه شو اخباركم شو اخباركم؟ شلونك خليل؟ جائزه قويه راحت عليك كانت عندي والله العظيم شو اخبارك يا خليل قول ضبطنا بالكاش عفوا عليك شنو اسمك؟ اقوى من الكاش اللي عندي اقوى من الكاش والله راحت عليك والله كفو شنو كفو مستانس شنو اسم المسرحيه اللي يكون فيها الفنان الكبير حسين عبد الرضا طبيب فاشل وتغرم فيه بنت لبنانيه فتت عمرك مراهق بالخمسين شنو؟ مراهق بالخمسين هلا هبا مبروك عاشق انا بكبر صح الرجال من سبايكي تايم الفنان ابراهيم دشتي و50 دينار كاش وهلا هب ومبروك قول لي متى بتستلم جائزه ودي اشوفك شيك الدوق شنو؟ ما قلبت تلفون هلا شك ها منو معاك؟ منو بعد؟ مبارك شلونك؟ هلا والله تمام شلون مستانس؟ ان شاء الله
اكيد معاكم مستانس اكيد. مبارك قول له تبي تكلمني بعد. ها؟ ايش تبي انت ايش تبي؟ اوه يفوزك الحين. شفت؟ قاعد تحرش. ما قاعد. مبارك. هلا والله هلا. جاهز؟ ايه اكيد. ليش ما يلا لاعب نادي كان يلعب لا لا شنو؟ سوري شوية. خسوي فورمات. يلا. لأي نادي كان يلعب الحارس الراحل سمير سعيد؟ الله يرحمه. ما في أحد ما يعرف. مبارك. هلا. لأي نادي كان يلعب الحارس الراحل سمير سعيد؟ شلون ما تعرف؟ ها؟ عرب العربي العربي. العربي ولا عبا. شرق صار هذه الجديده ما تبي انا الدايخه. روح روح فزت معانا. فزت معانا بتليفون ايميد تاتش وكوبون صحي رجالي من سبايكي تايم ومبروك. هلا اجو يمه يمه. حسين الو انت شلونك حسين؟ ايه صور لا حسين اهو هلا بالدور هذا الاريال طلع. كم شوط مباراة كرة اليد؟ الو بدر هلا ضبطنا بالكاش ما عليك امر. زين جاوب كم شوط مباراة كرة اليد؟ كم شوط مباراة كرة اليد؟ ايه شوطين بس. ها؟ شوطين نص ساعة نص ساعة. شوطين؟ ايه اكيد ان شاء الله. شنو هذا؟ هلا هبا مبروك. اسمع جائزتك كمان صح رجالي من سبايكي تايم للفنان ابراهيم دشتي وخمسين دينار كاش. هلا هبا. حطني حطني. من معنا؟ قاعد تشوفوني؟ اي هذا انا هذا انا. قاعد تكلم منو انت؟ ها؟ قاعد تكلم منو؟ قاعد تكلم منو؟ صادني. قاعد تكلم منو؟ صادني. يمه خشيني. هذا صفاف. شكو صفاف. زينب. هلا. ان شاء الله مستانسه معنا. ان شاء الله. ان شاء الله. ممثل مصري راحل. اشتهر بتجسيد الشخصيات الشهيرة كراحل عبد الحليم حافظ وأنور السادات وجمال عبد الناصر. من أشهر أفلامه ضد الحكومة والنمر الأسود ومعالي الوزير ومستر كرتيه. قولوا يشبهني وأنا أشبه بأخوي بدر لما كان صغير. هو عادل إمام يشبه بدر. راحل راحل فريد شوقي. حتى كان عنده فيلم اس اس كابوريال اها اها ايه ايه اس اسوني علي اها ادهم عيل واموت في البوريا اها اها ايه اس اس كابوريا اس منو؟ ادهم مو ادهم الفنان راح عاد عاد فنان عاد من ما يعرف ايش اقول الفنان احمد احمد شو؟ أحمد رمزي. أحمد شعر هذا لا شاعر ولا مثل ضيعت شاعر شاعر أحمد شوقي ما مثل أنور السادات جماعة عبد الناصر. أحمد شوقي شاعر. أس أس كابوريا أها أها إيه رقد خذ صاحبك لا ما يبغى رقد قولي أحمد